أقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر. فموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وقد ورد هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد ضعيف جدا. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد نظام العالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وإن من مات من علماء أهل السنة ومن الداعين إلى منهاج النبوة قد خلف ما يصل إليه ثواب عمله الصالح بعد موته في قبره. وقديما قال علماؤنا من أهل السنة: كتاب العالم ولده المخلد.